زاد على امجاده وانه مشرف اسم بلاده بجهد ولاده واحد 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 اجيال بتسلم بعد تاريخ مكتوب والكل في واحد ونتيجه تنمي النادي الاهلي المصري بعرفه بواحد العالم شاهد على امجاده وانه مشرف اسم بلاده بجهد ولاده واحد 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 استمر الاحتفال بنجوم المونديال وبرونزية كأس العالم لكرة اليد مع النجوم اللي نورونا واللي شرفونا واللي فرحونا ودلوقتي معانا الجزء الثاني من السهرة وياسر لبيب بيبو كرة اليد بيبو ازيك يا اسطورة وحشنا والله وانت حضرتك كمان وانا مبسوط ان انا معاك انا كتير قوي ما شفتكش يا ياسر وده ينفع شفتك في النادي بس قاعدة وحوار وبتاع يعني ببقى من الجزيرة لمدينة نصر لأن أنا بس عشان القطاعات كمان بتاعت الناشئين هناك أنا أعرفك أيام ما كنت بشعر ياسر لبيب كان لعيبها هاندبول حدوتة 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 مصرية بجد والله حاجة جميلة والجيل كله بقى بتاعهم لأن أنا معاشر الناس الجميلة دي ألف مبروك كابتن ياسر الله يبارك في حضرتك فوكس سيف هاني عامل إيه؟ إيه الأخبار؟ تحب فوكس ولا سيفاني انا مش عارف اقول لك ايه اللي انت شايفه والله لا والله العظيم اللي انت شايفه خلاص خليها فوكس حلو دي من ايام نادي الشمس ها عشان ما حدش عارف سيف دي بصراحه بس خالد خيري بصياتك ما هو كان فاكرها الشمس برضه والله عشان كده مدلع مبروك يا فوكس والله ودايما يا رب ان شاء الله كده مفرحنا ان شاء الله اخبارك ايه انا طبعا منحاز لحراس المرمى طبعا ميحه كابتن شوبير محمد ابراهيم الحارس الجميل الحقيقه يعني هو عبد الرحمن طه وحمايد كان لهم دور كبير جدا في البطوله منورنا نور حضرتك والف مبروك طبعا على البرنامج ومبسوط جدا ان مع حضرتك ربنا النهارده ربنا يخليك منورنا ومشرفنا والله ربنا يخليك اخبارك كله لينا. تمام كل الحمد لله تمام ياسر سيف مساء الفل عليك يا سو مساء الفل لك اخبارك ايه الحمد لله كله 100 كله زي الفل انا مع الحراس لا عادي معروف ما تزعلش مني لا معروف احنا اولاد لذينه مع بعض بنحب بعض بس بتوع الكوره بيحبوا بعض زياده انت عارف الزياده بتاعتهم ايوه في حته زياده ياسر شفت البطوله ازاي طبعا كانت بطوله صعبه انت نظام البطوله اصلا نظام جديد بتاخد اول افضل افضل تاني ده من ثلاث مجموعات صعبه شويه تاني فكانت صعبه فاحنا لما شفنا ماتش الخليجي الاول كسبان فارس كور فكان لازم طبعا ننزل نطلع كل اللي عندنا عشان نقدر نصعد للدور اللي بعده الحمد لله ربنا وفقنا قدرنا نعمل ماتش كويس قدام سيدني كسبنا فرق 34 الزمالك ساعتها كسب بعديها فرق 5 فبقينا اقرب يعني الحمد لله الزمالك كان تراباتوني بان ولا اسمه ايه اللي كان تابوتي تقريبا فرق من البرازيل تراباتوني ما اعرفش اسمه ايه بس فنزلنا ماتش برشلونه الاخير كان خلاص كنا احنا شبه ضمننا يعني ان احنا صعدنا احسن تاني الحمد لله يعني فالحمد لله اللعيبه عملت اللي عليها وبعد كده بقى شفنا السيمي فاينل كان قدام ماجدور طبعا ماجدور واخد البطوله اخر 3 سنين ايوه فرقه قويه فالترك خطوه بس كده بالظبط فجهزنا لها كويس سواء جهاز فني او لاعبين كنا ماسكين الماتش لحد الدقيقه 50 تقريبا بالظبط بس في الاخر كان في عدم توفيق وغلطات برضو هي اللي لغت الماتش معلش ماتش برشلونه كان تحدي بالنسبه لينا ان احنا عايزين نحقق حاجه لنفسنا وللنادي عايزين نعمل تاريخ لنفسنا بنلعب على ميداليه برونزيه لينا دوافع كبيره ان احنا نحقق برونزيه للجيل ده
اللعيبه كلها ادت اللي عليها وادت تعليمات الجهاز الفني الحمد لله، وربنا كرمنا البرونزيه. الف مبروك. الله يبارك في حضرتك يا كابتن. فينو لوسرت مدرب الحراس، انت هو كان مع ديفيز السنه اللي فاتت والنادي اصر انه يستمر وهو استمر، بس الناس الحقيقه ميحه شايفه مستوى الحراس الثلاثه، يعني انت وحميد وعبد الرحمن طه ما شاء الله يعني مكسرين الدنيا، شايف انه مدرب الحراس فرق معاكم فعلا؟ هو بصراحة حتى المنتخب استعان بيه على ما اعتقد. بالظبط، هو كان موجود مع كابتن ديفيد في المنتخب في الفترة اللي كان ماسك فيها، وكان ليه دور طبعا في تطوير حراس المنتخب بشكل كبير. هو اشتغل معانا بشكل كبير جدا، ويعني الناس كتير قوي مستغربة ان هو عادة بيبقى في حارس مثلا اساسي مع حد تاني، بيبقوا اثنين حراس في معظم الفرق. ان انت تتكلم في نادي كبير زي الاهلي في ثلاث حراس والثلاثة مستواهم تقريبا متقارب، فدي حاجة شبه مستحيلة ان هي تحصل في اي فرقة سواء هنا او بره حتى. وهو حتى نفسه كان بيتكلم ان هو متعود عامة الاجانب متعودين ان هو يبقى فيه جونين مثلا وجون صغير معاهم. بالنسبة له ده موقف غريب ان هو يبقى فيه ثلاث اجوان كبار والثلاثة مستوى متقارب جدا. وهو بصراحة شغال معنا بشكل كويس جدا، عمل تطور كبير قوي لينا، ومش فنيا بس يعني ذهنيا وشخصيا وكل حاجة، بيخليك نزل الماتش هادي، اعصابك هادية، واثق من نفسك، مفيش ضغط عليك. يعني هو مدرب ولايف كوتش كمان في نفس الوقت. انا شخصيا استفدت منه حاجات كتير، وهو اصلا اسطورة في منتخب كرواتيا. واخد اسم عظيم، اتنين ذهب اولمبيات وغير كؤوس العالم وكده، ومرن في حتت اندية كبيرة كمان قبل كده. فبصراحة يعني احنا محظوظين ان هو لما عرفت انه هيكمل كنت مبسوط؟ مبسوط جدا. انا عرفت من اول ما عرفت ان هو اصلا هيجي في الاول خالص انا كنت مبسوط، لان انا كنت بشوفه مع المنتخب. طبيعي انه كان هيمشي مع ديفيز، لكنه كمل يعني. بقى مع كابتن ديفيد كمان انبسطنا جدا، وكان في ارتياح كمان للقرار. احنا خلاص اتطبعنا على بعض وتعودنا على بعض ومتعودين على بعض، وهو شغال معانا بشكل كويس جدا يعني. طيب خلينا نروح لكابتن ياسر لبيب، رئيس الجهاز جت في ظروف صعبة، يعني كان حصل كتير من الخسائر والوقوع وكده، ولما جيت برضو كانت فيه في البدايه ظروف صعبه، لكن من فضل الله اتحولت الدفه تماما، الامور اتعدلت بنسبه كبيره جدا. صديقك خالد العوضي طبعا موجود كمدير النشاط الرياضي، وانا طبعا بقى فرحان حارس مرمى زي حالاتي كده. خليك معايا يا ميحه، الله معاك على الخطه علشان الدنيا تمشي بشكل كويس. ايه اللي حصل؟ هي كانت البداية طبعا كان كابتن محمود كلمني. انت كنت بره مصر؟ انا كنت بره مصر. لا كنت رجعت، كنت في الامارات الاول. انا رجعت 2021 وفضلت قاعد في البيت فترة يعني فترة كبيرة. فكلمني كابتن محمود قال لي عايز اقعد معاك، فروحت قعدت، كان لسه قبل خالد حتى ما يجي يعني، كان كابتن رؤوف لسه موجود. فقعدنا. فهي الفكره باختصار ان هو طبعا الكابتن اول ما جه قال لي احنا الهاندبول وضعها مش كويس، واحنا عايزين نطور الهاندبول، او عايزين الهاندبول تقوم تاني زي زمان يعني. بس ومن هنا بدا بقى، هو كان بصراحه كان داعم مباشر مباشر لينا في الجزئيه دي. يعني هم ابتدوا يحس قال لي انت عايز ايه؟ قلت له عايز 1 2 3 التليفونات فعلا. فلان كل طلبته حصل بس من اوله. جه بعد كده بقى المهندس خالد كمل. كنت خالد مرتجي ولا خالد العوضي؟ لا خالد العوضي. خالد العوضي مهندس برضه. فجه خالد بقى بعد كده دخل، فخلاص انا ما بقتش انا اتعامل مع كابتن محمود مباشره، عارف نظام النادي يعني. فبقى خالد هو اللي بيتعامل. ومن هنا ابتدينا بقى نخطط ازاي نطور الهاندبول سواء على مستوى الكبار او الصغيرين. تمسك القطاع كله. فبصراحه يعني احنا في الاول تعبنا، وهم يعني سواء فوكس او ياسر كانوا موجودين اول سنه، محمد جه تاني سنه بعديها. خسرنا كتير في الاول. بس انا كنت دايما بقول ما قلقتش لما كنا بنخسر كتير خلص. في الاول خالص، لان هم كانوا بيتحسنوا، كنت شايف الروح كمان اللي كانوا بيلعبوا بيها كانت بتتغير. العوضي كان بيقول لي ما تقلقش احنا جايين. بس بالظبط كده. ولما اتكلمت مع ديفيد، جينا خسرنا اول ماتش مع ديفيد اول ما جه، فبكلمه بقول له يعني ايه قال لي، بقول له الناس والراي العام وبتاع، قال لي ما تقلقش احنا على اخر السنه هنبقى حاجه ثانيه. حصل خلاص وطمن. فاحنا يعني وجود ديفيد كمان والسيستم اللي كان ماشي بيه كنظام، انا شخصيا كنت مرتاح، كان مريحني. انا ما بتدخلش في حاجه يعني، شو انا بتفرج بس. وهم الفرقه يعني الحمد لله كلهم كل واحد عارف ايه دوره، عارف ياكل ايه، عارف ينام امتى، عارف يشرب ايه،
نظام احترافية بشكل كامل. معنا جهاز إداري قوي، معنا جهاز طبي قوي، ودعم من الإدارة. بس إعادة البناء كانت بتكليف من كابتن خطيب ليك. آه جابك وقال لك محتاجين ان احنا نعيد البناء، وابتدينا بقى نعمل زي حاجه كده زي مسطره كده. بس هنا جميل، يعني انا مثلا بتابع الصفحات بتاعه الصالات بتاعه النادي الاهلي والحاجات دي كلها، كانوا دايما بيطالبوا، كانوا دايما بيتكلموا، كانوا دايما بيقولوا، فهم احيانا بيبقوا شايفين بشكل كويس، احيانا بتبقى لهم رؤيه وبتبقى صحيحه يا كابتن ياسر في بعض الاحيان. بس يعني انا لو ركزت احيانا يعني لو ركزت مع اراء لا لا ما بقولش لا ركزت يعني بنسبه، لكنه هم اللي فضلوا ينادوا عشان تعديل المسار في كره اليد، وبالفعل حصل نجاح كبير يعني. الحمد لله. نعم دي حقيقه. واحنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نبني اجيال تبقى تعوض اي لعيبه، حتى اللعيبه بعد فتره في لعيبه هتبطل. لا طبعا لازم يكون عندي البدايل عشان احافظ على المستوى اللي انا فيه، ما يحصلش عندي دروب كبير زي اللي حصل قبل كده، اقعد اربع خمس سنين على ما بتبتدي الفرقه تقوم من جديد. صحيح. فوكس احكي لي قصه بقى انضمامك للنادي الاهلي، وشعورك ايه وانت بتحصل على افريقيا وبتاخد ميداليه برونزيه في كاس العالم والمجموعه الحلوه، وكل شويه بيدخل عليك لعيبه وبيمشي لعيبه، ودي سمه كره اليد في مصر. والله هو اول حاجه طبعا كابتن ياسر كان لسه بيقول يعني احنا الفريق بتاعنا مختلف. يعني الاعمار يعتبر كلها في ال 24 25 ما شاء الله اعماركم صغيره، فطبعا دي حاجه حلوه ان احنا نبقى جوه الملعب صحاب، بره الملعب صحاب. صحيح. فدي مش موجوده في فرق كتير. بس طبعا موضوع انضمامي للاهلي هو كان بعد كاس العالم اللي هو 2019. كان معايا ياسر. فانا كنت في الشمس، ولما كاس العالم خلص فرحت. ياسر الشمس ولا هليوبلس كنت؟ نعم؟ لا النادي الاهلي من النادي الاهلي من صغرك. من صغرك. طب حلو قوي. بس كنت في الشمس بعد بعد كاس العالم. رحت الاهلي كان فريق الشباب لسه. قعدت سنتين وبعد كده طلعت فريق اول. احكي لي على البطوله بقى وعلى الميداليه وعلى الفرحه وعلى انا ده كده دي الاولانيه كده فواتح شهيه. لا طبعا البطوله يعني ليها طعم مختلف يعني عشان هي معموله في مصر. والجمهور كان بيشجعنا على طول من اول ماتش لحد اخر ماتش يعني. حتى مثلا بعد ماتش ماجدبورج اللي هو فريق الماني ما جوش قالوا مثلا مش هنحضر اخر ماتش اللي هو بتاع برشلونه، حضروا اكتر. الناس كانت موجوده وبتساندنا حتى بعد ما خسرنا، وكانوا واقفين في ظهرنا حتى مثلا في ماتش برشلونه في اخر ماتش. كان ليهم دور كبير بصراحه ان احنا قدرنا نحافظ على السكور ونكسب. نكسب فريق زي برشلونه طبعا دي حاجه يعني ما بتحصلش كتير. والحمد لله قدرنا نفرحهم وبنهديهم البطوله يعني. و هشغل لك الصوت. هو مشغول، هو مشغول باللي عندك صوت يا بيومي ولا ما عندكش؟ لا معلش طبعا شغل له اغنيه بعد شويه. كل ده من غير صوت؟ قول لي بقى مين كان ابرز واحد في الاحتفالات؟ والله هو باين محمد مجدي. بس فرحة جميلة جدا يعني. ده مين اللي بيوزع الدولارات مضروبة ده؟ اسلام راضي. حلو قوي، حلو قوي فوكس الروح المجموعة اللي موجودة دي، وان انتوا عليتوا الحدث ده كان مهم جدا انكم يعني، رغم ان انتوا كنتوا زعلانين ماتش ماجدبورج، لكنه حسيت ان انتوا بتعلوا الحدث. هو بعد ماتش ماجدبورج احنا طبعا يعني بالنسبة لنا طبعا مركز ثالث البرونزية مهمة طبعا. طبعا هتبقى اعتقد يعني احنا دوافعنا كانت اكتر من برشلونه. وكنا عايزين نعمل حاجه، لان بصراحه الجيل اللي احنا فيه بقالنا سنتين اعتقد احنا كنا نستحق ميداليه زي دي. تستاهلوا، تستاهلوا طبعا على الاقل. ياسر الكابتن خطيب وهو بيزوركم ده في الملعب. ده بعد الماتش. ده بعد الماتش شياكه كابتن خطيب والمهندس خالد مرتجي، وحد تاني كان موجود معانا كابتن ياسر؟ لا كان موجود. مهند برضو كان في ال والله يا دكتور. مهند. جميل دكتور مهند، كلهم ناس جميله يعني. يعني بعتقد يا ياسر زي ما قال كابتن ياسر لبيب انه الدعم اللي حصل لمجلس اداره، وانت الحمد لله انت من اشبال النادي، وانت مش هتفرق من اشبال النادي او بره النادي، كلكم واحد ومنتمين للنادي يعني. لكن ما تحس ان رئيس النادي راجل رياضي وراجل جنبك وراجل في ظهرك، اعتقد الحاجات دي، وبعدين الحرص على التكريم امبارح مع فريق الكوره، اعتقد تفرق معاكم شويه. اكيد الحاجات دي بتفرق. كده كده ان انت اول ما تخلص الماتش ما فيش ساعه او ساعتين بعد الماتش على طول اصلا. كابتن الخطيب كلمنا ده مشوار في العاصمه الاداريه يعني. وبعدين قال لا انا هبقى موجود، انا هبقى موجود يعني.
فساعه او حاجه، وكان كابتن الخطيب موجود اتكلم معانا قال لي ده انجاز كبير ومبسوط وفخور بيكم ان انتوا حققتوه يعني. بس دلوقتي خلاص دي صفحه واتقفلت، والمهم انتوا لحقتوا تقفلوها بقى. انت حاجه غريبه في النادي الاهلي كل تاخد بطوله ولا صفحه وتقفل. طب خلينا نفرح شويه، مكتوب علينا عشان عندكم فرحنا بس بعد بكره يعني. عشان احنا مسافرين كده. انتوا مسافرين الفجر ان شاء الله النهارده. فقال لي صفحه واتقفلت خلاص، عايزين نركز في اللي جاي. كل اللي انتوا عايزينه هيبقى موجود ويتحقق يعني. اللي انتوا عملتوه انجاز كبير جدا، بس عايزين تكملوا عليه كمان، ما يبقاش ده اخر حدودكم او حاجه او ده الطموح بتاعكم خلاص يعني. بس فدي حاجه كويسه للفرقه واللعيبه والجهاز الفني كمان، انت تحس ان على طول في دعم وراك، في ناس مهتمه بيك ومركزه معاك، فدي حاجه بتفرق مع اللعيبه اكيد. الفوز على برشلونه وبعدها رايح على بطوله افريقيا، الترجي اللي هو البطل مش موجود بس الزمالك اللي هو المنافس التقليدي سواء في مصر او في افريقيا موجود، حاسه ازاي؟ اكيد الزمالك عمل اضافات تدعيمات كويسه السنه. اكيد البطوله مش هتبقى سهله، مفيش بطوله بتبقى سهله. لازم تبقى عامل حساب المنافس ان انت داخل الزمالك فريق محترم كده كده، لازم تبقى عامل حسابه. ان انت كسبت على برشلونه مش هيخليك داخل عامل حساب خلاص انت كسبان البطوله كده كده. لازم تسعى في البطوله وتتعب فيها عشان تقدر تكسبها. هناخد البطوله ان شاء الله خطوه خطوه لحد ما نوصل للفاينل، وربنا يكرم نقدر نكسب البطوله ونفرح جمهور النادي الاهلي يعني. ميحا شايف بطوله افريقيا ازاي؟ شايف التنافس بينك وبين حميد وعبد الرحمن طه ازاي؟ لا طبعا، اولا بطوله افريقيا زي ما ياسر قال يعني، هي طبعا هي في الاول بتبقى الماتشات مش صعبه قوي، بعد كده لحد ما نوصل لماتش الزمالك. غالبا احنا هنلعب الزمالك ان شاء الله في النص النهائي. في نص النهائي برضو؟ في نص النهائي. ليه؟ اول القرعه محاول. القرعه حطتنا ان احنا هنقابل، عشان هي البطوله كمان في المغرب وفي ثلاث فرق مشاركين في المغرب، فغالبا في فرقه منهم هتبقى في النهائي. ليه الفرقه في النهائي؟ انت كده جبتها عملتها. لا ما هو عشان هم ثلاث فرق، فغالبا ثلاث مجموعات ولا ثلاث فرق؟ لا ثلاث فرق من المغرب مشاركين. فطريقهم هم مجموعتين؟ لا اربع مجموعات. اربع مجموعات. احنا في ايه والزمالك في سي، فغالبا احنا في طريق بعض يعني. احنا في طريق بعض في نص النهائي. سوري انا بحسب الاكس. ففرقه منهم الثلاثه غالبا طريقها هيبقى في النهائي. فاحنا طبعا بنستعد للبطوله خلاص يعني، من اول ما خدنا مركز ثالث في كاس العالم. احيانا نشوه الفوز بتضيع التركيز. هي دي حاجه من الحاجات اللي كابتن خطيب قاعد يتكلم معانا فيها، اللي هو انتوا عملتوا الانجاز ده بس احنا داخلين على بطوله مهمه، بطوله افريقيا. خلاص هنفرح النهارده ومن بكره نقفل الصفحه وندخل نركز في البطوله، ودي بقت عقليه الجيل اللي موجود دلوقتي في الفرقه بصراحه. قول لي بقى التنافس بينك وبين حميد وطه، انا عارف ان انتوا فعلا علاقتكم جيده. بنحب بعض يا ياسر ولا اخبار بعض؟ لا بنحب بعض يعني، عشان في التلفزيون بلا علاقتنا كويسه بصراحه. في النادي الاهلي الحته الاسريه دي مش طبيعيه يعني. هي دي حقيقه بالذات. مركز حراسه المرمى وحساس شويه لان هو واحد بس اللي بيلعب فيه. بس في الهاندبول حظكم كويس بالظبط، ممكن تغير. عندي عيني طلعنا عينه. ممكن تغير كمان شويه، وهو كابتن فينيو طبعا ليه يد في الموضوع ده، في ان احنا كل واحد يعني تقريبا احنا بنلعب قد بعض في المحصله في نهايه الموسم. ده صحيح، كلنا بنبقى لاعبين قد بعض، ففي عدل جدا في توزيع دقايق اللعب علينا، واحنا علاقتنا تنافسيه جوه الملعب يعني كلها بتصب في مصلحه الفرقه، وبره الملعب طبعا اصحابه واخواته علاقتنا كويسه جدا، ودايما احنا بنتكلم في كده، احنا دايما في ظهر بعض وبنشجع بعض، حتى اللي بيبقى فيه اتنين بيتسجلوا واحد بره بتلاقيه دايما سبورت ليهم وبيشجعهم. ودي يعني حاجه اسريه موجوده في كل اللعيبه في الفرقه. في كل المراكز الموجوده في الفرقه مش في الحراسه بس. كابتن ياسر بتعمل ايه عشان تقدر تفصل ما بين انجاز وفرحه وجمهور، وبعدين رايح عيني على تحدي تاني وسفر وبطوله وتنافس وزمالك وشغلان؟ هي دي حقيقه طبعا، الموضوع مش سهل. وخاصه ان احنا بقى لنا كذا بطوله بناخد السوبر وبنخسر البطوله اللي بعديها. فانا بعد نهايه المباراه انا قعدت مع ابراهيم المصري واتكلمنا في النقطه دي، قلت له ابراهيم خلي بالك مش عايزين نعمل زي نكرر بتاع كل مره، البطوله اللي جايه دي صح. بطوله مهمه، وزي ما حضرتك قلت ان الزمالك بيدعم فريقه بشكل كويس. احنا مش قلقانين من الفكره، بس عايزين نبقى جاهزين. وكنفس الكلام اتكلمت مع ستيف وشرحت له ايه اللي حصل قبل كده، وان احنا لازم نعمل ايه في اللي جاي عشان الناس تبقى مركزه ونفصل خلاص البطوله دي والفرحه بالمركز الثالث خلصت، من بكره نبتدي نركز في اللي جاي. فان شاء الله ربنا يكرم وهم المجموعه طبعا على قد المسؤوليه وكلهم رجاله يعني. ان شاء الله. فوكس والتغيير المدرسه يعني، ديفيد كان عامل شغل محترم جدا
بعدين جه ستيف كمان واضح انه مدرب كويس، واضح انه حتى رجل لطيف جدا وظريف وبيتعامل كما لو كان في مصر من سنين طويله. هل اتاثرت شويه برحيل ديفيد رغم الانجاز اللي كان عامله ولا بسرعه اخذته على ستيف، وايه الفارق ما بين الاثنين؟ والله في الاول طبعا يعني انا بعتبر نفسي مثلا محظوظ ان انا بلعب في نادي كبير زي الاهلي. نعم. على طول بيجيبوا مدربين كويسين. يعني يعتبر احسن مدربين موجوده في العالم. ده صحيح. فطبعا يعني بنحاول على قد ما نقدر ان احنا اي مدرب يجي نستفيد منه وناخد منه الحلو كله. واول ما ديفيد جه طبعا علمنا حاجات كتير ويعني حطينا على الطريق. ليه دور كبير ديفيد. طبعا. نعم. طبعا. وانا حتى ما حضرتش معاه من الاول، انا كنت مصاب ودخلت معاه من نص الموسم. ايوه. فيعني حتى زعلت لما مشي، يعني كنت عايز اخد معاه مثلا لو ابدا الموسم الاول من فتره الاعداد. أيه. طبعا في حاجات ما يعني ما بعرفش اعلمها لي في نص الموسم، لازم. نعم. في اول الموسم بس. فلما مشي طبعا زعلت، والمدرب اللي هو الجديد اللي هو مدرسه الدنماركيه. يعني يمكن اول مره حد مدرسه دنماركيه يخش جوه مصر. صحيح. طبعا اكيد في حاجات كويسه. ف يعني انا بصراحه برضو شايف طريقه لعبه مثلا يعني ممكن هتنفع معانا. وان شاء الله نعمل حاجه كويسه الموسم ده. والهاندبول اصلا كلها تكتيك، يعني اللي هي في لحظه، يعني كلها شغل مدربين. نعم. بالظبط. اه يعني تكتيك وتفاصيل صغيره هي طبعا دي يعني الحاجات اللي بعرف اتعلمها من من كل مدرسه. ربنا يوفقك وربنا يوفقك يا كابتن ياسر، وشجعونا ان شاء الله بالبطوله بامر الله. ان شاء الله تفرحوا كل جمهور النادي الاهلي، ودايما بالتوفيق. ميحة فرحان جدا بيك وبمستواك الجميل، وربنا يكرمك يا رب ان شاء الله. ربنا يخليك. وتحياتي لعبد الرحمن حميد وطه وموفقين ثلاثه. ياسر مبسوط جدا جدا ان انا شفتك، ما شاء الله عليك وحاجات جميله. طبعا احنا خلصنا كل الميزانيه في الفتره اللي فاتت وانا قلت لهم دي عهده وخلوها عشان خاطركم يعني، لكنه ما رضيوش. مع ابراهيم المصري رفض تماما وخد التورته ومشي بيها. فنمشيهم ناشفين كده يا جماعه، ولا في امل ان احنا نعمل لهم اي حاجه؟ بس يبدو كده ان ايه، في 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 حاجه كده، في حاجه كده، في حاجه كده. وجات التورته الجديده اهي كمان. شكرا. كمان انزل بالكرين يا عم الحاج على التورته، وري الناس التورته. ايوه كده. هما ما بيجيبوش الصوره ليه؟ دول ابطالنا اللي انتوا هنا ما جبتوش سكينه. لا في سكينه اهي، الكابتن ياسر لبيب هيقطعها اقل حاجه، وقال عشان التانيين بس خدوا التورته وجريوا بيها. بس كنا عاملين حسابكم. هات التورته وهات السكينه وقطع يا كابتن ياسر. وتخشوا بقى نجوم انتوا الابطال. يلا خش خش خش، خلينا معاك يا خش معانا. اجي لكم بعدها بس انتوا عشان هو حقكم. قرب يا عم الكاميرا عليهم يا عم، خليهم. يلا وانا معاكم كمان واحده. كمان واحده، كمان واحده. يلا تحيه كبيره لنجومنا الحقيقه، الف مبروك ودايما كده ان شاء الله ومشرفينا. الله يخليك يا كابتن شوبير، نورتونا.